موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. ذكر مصدر عسكري للتناصح أن المدفعية الثقيلة لقوات الجيش استهدفت ليلة الاثنين منصات للصواريخ التابعة للميليشيات التي استهدفت مطار معيتيقا. وأوضح المصدر أن الاستهداف كان مباشرا ودقيقا، حيث نتج عنه تدمير منصة الصواريخ وتكبيد الميليشيات خسائر مادية وبشرية في صفوفهم. وأضاف المصدر أن أغلب المحاور تشهد هدوءا حذرا يتخلله القصف المدفعي بين الفينة والأخرى. أكد الملتقى الوطني للمدن والقبائل الليبية دعمه لقوات حكومة الوفاق الوطني في صدها لعدوان مجرم الحرب حفتر. وأضاف الملتقى في بيانه الذي صدر الثلاثاء بمدينة الزاوية رفضه لعسكرة الدولة وحكم الفرد والقبيلة، مشيرا إلى أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية ورفض التدخل الأجنبي. كما طالب البيان البعثة الأممية باتخاذ موقف موضوعي وعدم التسوية بين المعتدي والمعتدى عليه. قالت وزارة الخارجية الليبية عقب استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إنها تقدر جهود الأمم المتحدة في إحلال السلام، داعية أن تسهم هذه الجهود إلى إيقاف الأطراف الخارجية في دعمها لزعزعة الأمن والاستقرار والعدوان على المدن الليبية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحيادة والموضوعية تحتمان على المجتمع الدولي أن يكون صريحا وواضحا في إدانته للطرف المعتدي وعدم المساواة بين الشرعية والخارجين عليها، داعية إلى ممارسة ضغط حقيقي على المتمردين لإيقاف العدوان وإعادة المدن والمناطق لشرعية الدولة. أصيبت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية بعد قصف ميليشيات مجرم الحرب حفتر لمطار معيتيقا الدولي مساء الاثنين. وظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الأضرار التي لحقت بالطائرة جراء استهداف المطار هذا، وقد علقت شركة الخطوط الإفريقية رحلاتها من مطار معيتيقا وقامت بتحويلها إلى مطار مصراتة بصفة مؤقتة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.